دلوقتي تعالوا نشوف برضو معاكم الكلام اللي اتقال على النادي الاهلي لكن على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي كارترون يمنح لاعب الاهلي راحه من التدريبات غدا. يلا كوره، فضلي يفسر سبب تفكير الاهلي في صفقات الناشئين. في الجول، علاء ميهوب ملعب السلام ليس السبب في اصابات الاهلي. موقع الشروق، معلول يتلقى الجرعة الأولى من الحقن ضمن برنامجه العلاجي. موقع الشروق، محمد يوسف مواجهة الاتصالات فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين للمواجهة الإفريقية. الأهلي واصل تأهيل لاعبيه المصابين. الوفد، عمرو السولية يعلن التحدي، لن نتنازل عن دوري الأبطال. فيتو، أحمد علاء يجري أشعة للإطمئنان على إصابته بتدريبات الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، رجال يد الاهلي يواجه المنتدى المغربي وديا اليوم. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، بطوله الحريري تحتفل باليوبيل الفضي لمشاركه الاهلي.